أيها الأفاضل، إن موضوع التمذهب موضوع شغل الناس، ويصدق عليه أن يقال شغل الناس وملأ الدنيا، وخاصة في القرنين الماضيين. والناس في هذا الموضوع، أعني موضوع التمذهب، متقابلون، فمن رجل حاث على التمذهب، بل ربما بالغ في حثه حتى ألزم به، بل ولربما حكم على مخالف التمذهب بالزندقة والكفر، وكذا وجد في بعض الكتب، وضده بضده. فمن الناس من منع من التمذهب وبالغ في التحذير منه، أو وبالغ بعضهم في التحذير منه، حتى عد التمذهب بدعة، والمتلبس بها محدثا في دين الله عز وجل ما لم يشرع الله سبحانه وتعالى. ولكن الفريقين فيما أظن وأحسب متفقان على الغرض من قولهما هذا، وهو الوصول للحق، وأن كلا الفريقين راغب بالوصول إلى الحق والدلالة عليه، وليس له غرض يقصد به هدم الدين أو إفساد معالمه وشعائره، وإنما نظر إلى الطريقة التي تؤدي لهذا الأمر بأحد هذين الأمرين المتقابلين قبل قليل. وهؤلاء المتقابلون أيها الأفاضل، وإن كانت آراؤهم تجتمع على رأيين في الجملة، منع وأمر، إلا أن مناحيهم ودوافعهم وبواعثهم على هذين الأمرين مختلفة. فمن بواعثهم التي لا يشك فيها قصد الحق وطلبه، ومن بواعث كثير منهم من الطرفين الجهل بقول صاحبه. فإن بعض الناس لما عجز عن معرفة الكتاب والسنة وكيفية الاستنباط منهما، وعجز عن معرفة الصحيح من الضعيف ونحو ذلك من الأمور، ألزم بالتزام أحد المذاهب ونهى عن الاجتهاد والنظر في الأدلة، وكذا العكس. فإن بعض الناس لما استصعب كلام الفقهاء ورأى أن كلامهم لا يستطيع إدراكه ولا يمكنه أن يفهمه ولا أن يستوعب بعضا مما قالوه، وجد أن عدم قدرته عليه هو سبب لمحاربته لذلك التمذهب. وهناك أسباب أخرى لكل من الطائفتين أشير لها إشارة، ليعرف أنه ليس كل حامل لهذا اللواء يكون غرضه غرضاً طيباً، بل ربما صاحب ذلك الغرض أغراض أخرى. ففي القرن الماضي كتبت عدد من الكتابات لبعض العصرانيين الذين أرادوا أن يجددوا الفقه، ثم أتبعوا ذلك بتجديد أصول الفقه، وكان كثير من كتاباتهم، بل ومن أوائل كتاباتهم، الدعوة إلى نبذ المذهبية وترك أقوال الفقهاء الأوائل وابتداء الاجتهاد من القرن الرابع عشر ثم الخامس عشر وهكذا مما سموه من القرون، ليكون اجتهادا جديدا وتجديدا في الفقه وأصوله. وآخرون دعوا إلى هذه المذاهب أو بعضها، وحاربوا من خرج عنها ولو في مسائل، إما عصبية وحمية لقول قد ابتدأوه ابتداء، أو اعتقدوه ابتداء، وإما أن يكون سببهم توظيف ذلك المذهب الفقهي لأجل نشر اعتقاد عقدي. حتى لقد ساد عند بعض الناس أن المذهب الفلاني يتبناه أهل الفرقة الفلانية من ذوي الاعتقاد الكلامي، فجعلوا أصحاب أبي حنيفة يتبعون أبا منصور الماتوريدي، وأصحاب مالك والشافعي يتبعون أبا الحسن الأشعري، وليس ذلك كذلك. فما أبو منصور ولا أبو الحسن ولا غيرهم إلا قد جاءوا بعد الأئمة بأزمنة طوال، فنسبة هذه المذاهب الفقهية لهذه المذاهب الكلامية لهو من أشد الكذب والضيم على هؤلاء الأعلام الكبار.